السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة تاع اليوم دائما بطلب من بعض الإخوان والأخوات، بغاو يعرفوا الشكل ديال الترمس المر، وبغاو يعرفوا ما كيفرقوش ما بين الترمس المر وما كيفرقوش ما بين يعني الشكل ديال الصوجة أو الصويا والترمس، كيختلطوا ليهم في الأشكال ديالهم، وبغاو يعرفوا. طرحوا عليا عدة يعني طلبات، بغاو يعرفوا الشكل ديالهم. كيف ما كنوعدكم دائما، اللي عنده شي تساؤل ويمكن لي انني نطرح ليه فيديو فمرحبا بكم. بلا ما نطول عليكم، هذا هو الشكل ديال الترمس المر. الترمس فيه جوج ديال الانواع، فيه المر وفيه الحلو. هذا هو الشكل ديال الترمس، هذه الحبه ديالو، كنتمنى انها تبان لكم ويكون قريب. ترمس المر، ترمس المر الفول الكناوي، او اللي عنده شي اسم اخر يمكن له يشاركوا معنا في التعليقات. هذا ترمس المر، كنتمنى الصوره تكون واضحه. ترمس المر يعني الحبه ديالو بحال الحبه تاع اللوبيا، ولكن الحبه فتحه رقيقه، ماشي دائريه كيف ما ماشي حبه بحال الحمص، لا هذه فتحه شويه. ترمس المر فيه جوج ديال النواع، وهذا المر هذا عنده استعمالات، والحلو عنده استعمالات. كيف ما طرحت لكم في فيديوهات عندي في القناه، اللي بغى يعرف يعني الوصفات اولا كيفاش كيتستعمل الترمس، يمكن له يدخل القناه تجرب حكم، غادي يلقى عده وصفات وعده فيديوهات كتشرح هذا الموضوع. هذا بالنسبه للترمس المر، وهذه هي فول الصويا او فول السوجة. اللي فيت لي طرحت لكم في الحلقه الماضيه كيفاش نعملو حليب فول الصوجة، طرحت لكم في الفيديو طريقه بسيطه باش تعملوا الحليب ديالها. الحليب ديالها كيتستعمل يعني ساهل بزاف، ناخذوا الكميه اللي بغينا من الصويا ونغسلوها مزيان ونرقدوها في الماء، يعني نقعوها 8 ديال السوايع في الماء، ومن بعد نتخلصوا من داك الماء اللي كانت منقوعه فيه وناخذوها ونطحنوها. يعني الكميه اللي خدينا كاس ديال الصوجة منقوع، نضيفوا عليه كاسين الضعف ديالو ديال الماء، ونطحنوا ونصفيو في بواحد المنديل رقيق جدا يكون ابيض ونظيف، وغادي تحصلوا على خلاصه ديال الحليب ديال الصوجة في البيت ديالكم. ومن بعد نديرو فوق النار بحال اي حليب، ننتظروا حتى الغليان ونطفيو عليه ونشربوا الحليب ديالنا بالصحه والراحه. والحليب او الصوجة كيستعملوه النساء بزاف والفتيات، ما كيستعملوش يعني الذكور. هذه هي الصوجة ديالنا، هادو هما الحبوب ديالها. يا ريت ان الصوره تكون واضحه، وسمحوا لي الا كنت كنتكلم يعني غير كنبغي نشرح لكم. وهذه هي الترمس، فرق كبير كيف ما كتشاهدوا ما بين الترمس والصوجة. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء يكون هذا الفيديو واضح ووصلتكم يعني المعلومه صحيحه. وكنتمنى منكم الا كان هذا الفيديو كيستحق تشجيعات، فما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وما تبخلوش عليا ايضا بالدعوات ديالكم والانضمام الى اسره قناه جرب حكم متواضعه، وما تبخلوش عليا بالتشجيع بلايك. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.